النهاردة عايزين نكمل بقى مع بعض جزئية كده بسيطة في التكامل عشان نقدر نخلص المنهج بتاعنا. نكمل كده جزئية بسيطة. الجزئية اللي هنتكلم عليها النهاردة تكامل الدوال المثلثية، سواء مثلثية عادية أو المثلثية الزائدية. طيب عشان نشوف تكامل الدوال المثلثية دي عندنا كذا شكل أو كذا شكل أو صورة للتكامل هنشتغل عليه. أول حاجة أو أول صورة معانا اللي هي لو لقيت تكامل ساين أس كي إكس أو كوزاين أس كي إكس، يعني تكامل بتاعي يا إما ساين لوحدها يا إما كوزاين لوحدها، بس الساين وكوزاين مرفوعة الأسس أكبر من الواحد، يعني أس كي. الكي ده ممكن تاخد 2 3 4 5 أيا ما كان شكل الأس ده عامل إزاي، تمام كده. بس أهم حاجة إن هو رقم أكبر من الواحد، لأنه لو كان بيساوي واحد كان هيبقى التكامل بتاعي عادي خالص، احنا عارفينه مفيهوش حاجة، تمام كده. طيب هنجزأ بقى او هنشوف بنحل الكلام ده ازاي. بيقول على حسب الاس بتاع الكي، الاس بتاع الساين والكوزين، الكي ده هو فردي ولا زوجي؟ يعني الرقم اللي هو الاس بتاع الساين والكوزين ده هو رقم زوجي ولا رقم فردي؟ فبيقول لو لقيت ان الاس بتاع الساين والكوزين اللي هو الكي رقم زوجي، قال في الحالة دي استخدم قواعد حذف الأسس، وفي الحالة دي أنا استخدمت الرمز ستار. طيب إيه هي قواعد حذف الأسس؟ هتطلع فوق كده هتلاقي القاعدتين دول اللي هي كوزين تربيع وساين تربيع، لما بفكهم بالدوال المثلثية بتاعة ضعف الزاوية، بس يبقى أنا في الحالة دي بشيل الأسس بتاعة الساين والكوزين، يبقى النجمة أو الستار دي هستخدم العلاقتين دول. لو لقيت الأس بتاع الساين والكوزين أس زوجي، يبقى أنا في الحالة دي هشيل الكوزين تربيع وأحط مكانها نص في واحد زائد كوزين 2 إكس، وهشيل الساين تربيع وأحط مكانها نص في واحد ناقص كوزين 2 إكس. طيب نشوف مثال على الكلام ده. المثال بيقول تكامل ساين أس 4 إكس دي إكس. أنا قلت لو لقيت الأس زوجي هتعمل إيه؟ هتستخدم قواعد الحذف بتاع الأسس. طيب القواعد الحذف فيها ساين تربيع وكوزين تربيع، ما فيهاش ساين أس 4. طب انت هتعمل ايه في ساين أس 4؟ هتخليها ساين تربيع الكل أس 2، وتفك بقى الساين تربيع دي زي ما انت حافظ، اللي هي نص في واحد ناقص كوزين 2 إكس، اللي هي نص في واحد ناقص كوزين 2 إكس، الكل ايه؟ الكل تربيع. طيب النص ده لما ربعه بقى ربع طلع بره، اما ربع المقدار ده واحد تربيع بواحد، 2 في الاول في التاني، يبقى سالب 2 كوزين 2 إكس، مربع الكوزين يبقى كوزين تربيع 2 إكس. طيب هتبص كده تلاقي لك جالك كوزين كمان متربعة، هتعمل ايه؟ هتستخدم القانون بتاعها كوزين تربيع إكس، اللي هي نص في واحد زائد كوزين، المفروض انا هنا بجيب ضعف الزاوية، لو دي إكس دي هتبقى 2 إكس، طب بما ان الزاوية دي 2 إكس يبقى مربع ضعف الزاوية بكام؟ ب4 إكس، تمام كده. يبقى الربع بره، نكامل بقى على طول، تكامل الواحد بإكس، الاتنين زي ما هي، تكامل الكوزين بساين 2 إكس، ما ننساش نقسم على تفاضل الزاوية اللي جوه، زائد نص في واحد تكامل النص بنص إكس، زائد نص تكامل الكوزين بساين 4 إكس، وما ننساش نقسم على تفاضل الزاوية اللي جوه اللي هو كام؟ اللي هي 4. طبعا هضرب بقى 2 في 4 طلع ب8، واظبط شكل المعادلة هتطلع ده شكل التكامل اللي معايا، او ده الحل بتاعي. طيب لو لقينا بقى الأس بتاع الساين والكوزين أس فردي هنعمل ايه؟ قالك لو لقيت الأس بتاع الساين والكوزين فردي، خد واحدة من الأس الفردي ده وحطها جنب الدي اكس. ازاي؟ دي مثلا وليكن كوزين تكعيب اكس، قالك خد واحدة من الكوزين تكعيب دي وحطها جنب الدي اكس اللي هي دي، يبقى انا خدت واحدة جنب الدي اكس، وهيتبقى كام؟ هيتبقى كوزين تربيع. كده كده لما تضرب كوزين تربيع في كوزين هترجعك تاني كوزين ايه؟ كوزين تكعيب، تمام كده؟ تمام. طيب بعد كده قالك استخدم قوانين التحويل من دالة لأخرى. ايه هي قوانين التحويل من دالة لأخرى؟ بما ان انت شغال على الساين والكوزين، يبقى انت عارف علاقة الساين تربيع زائد كوزين تربيع بواحد. طيب انت اخدت واحدة وحطيتها جنب الدي اكس، هيتبقى ايه؟
اتبقى كوزين تربيع. حول بقى الكوزين تربيع دي للدالة التانية اللي هي ساين تربيع. طب هتحولها ازاي؟ هتشيل الكوزين تربيع وتحط مكانها واحد ناقص ساين تربيع بالشكل ده. طيب هل كده بقى المسألة بتتحل؟ اه، بتلاقي المسألة بتاعتك بتتبسط يعني بتبقى أسهل ما يمكن. هتعمل ايه؟ هتضرب الكوزين جوه الكوز ده، يبقى كوزين في واحد كوزين اكس دي اكس ناقص ساين تربيع في كوزين اكس دي اكس. لما تيجي تكامل الكوزين، تكامل الكوزين بساين، تمام كده؟ طيب تكامل ساين اس 2 اكس مضروبة في الكوزين اكس دي كأنها كوس، الساين ده كوس مرفوع لأس 2. هل هو مضروب في تفاضل اللي جوه الكوس؟ تفاضل الساين بكام؟ بكوزين. يبقى ده كوس مرفوع لأس مضروب في تفاضله. يبقى في الحالة دي هتعمل ايه؟ هتزود الأس واحد وتقسم على الأس الجديد، تبقى ساين أس 3 اكس على 3، ومننساش نزود ايه؟ ثابت التكامل بتاعنا. تمام كده يا باشمهندسين؟ يبقى دلوقتي لو جالي ساين وكوزين كل واحدة موجودة لوحدها، هبص للأس بتاع الساين أو الكوزين. لو الأس زوجي هستخدم قوانين حذف الأسس اللي هما دول. لو الأس فردي هاخد واحدة من الأس الفردي وأحطها جنب الدي إكس، واللي هيتبقى هحوله للدالة التانية. يعني لو كانت المسألة بتاعتي ساين أس 3 إكس، كان هنا هيتبقى ساين تربيع، كنت هتحول الساين تربيع دي للكوزين وتكمل حل المسألة بتاعتك، بقى يبقى عبارة عن دالة في تفاضلها. هتلاقي المسألة بقى بتتبسط، مفيش أسهل من كده. تمام كده؟ تمام. طيب احنا دلوقتي أخدنا لو كان الساين لوحده أو الكوزين لوحده. طب لو كان التكامل بتاعي ساين مرفوع لأس في كوزين مرفوع لأس، في الحالة دي هنعمل ايه؟ قالك في أكتر من حالة. قالك لو لقيت إن الأس بتاع الساين أو الأس بتاع الكوزين فردي، اي واحد منهم فردي، هتعمل ايه؟ هتاخد واحدة من الدالة اللي الأس بتاعها فردي. يعني لو المثال اللي معايا دي ساين أس 4 في كوزين أس 3، دلوقتي أنا بصيت كده لقيت إن الأس بتاع الكوزين واحدة من الاتنين الأس بتاعها فردي اللي هي الكوزين. قالك اعمل ايه؟ قال خد واحدة منهم، خد واحدة من الثلاثة دول وحطها جنب الدي اكس. طيب بعد ما عملت كده هعمل ايه؟ هتاخد اللي باقي منها هنا. بعد ما اخدت، هي كانت اس 3، بعد ما اخدت واحده تبقى كوزين تربيع. الكوزين تربيع دي تاخدها وتحولها للداله التانية اللي هي واحد ناقص ساين تربيع. يبقى الكوزين تربيع تشيلها وتحط مكانها واحد ناقص ساين تربيع. كل ده مضروب في كوزين اكس دي اكس. هتعمل ايه بعد كده؟ هتضرب بقى الساين اس 4 في الواحد، بقت ساين اس 4 ناقص ساين أس 4 وساين أس 2 بساين أس كام؟ أس 6. كل ده مضروب في كوزين إكس دي إكس. هتبدأ بقى تدخل الكوزين دي على الكوس، يبقى تكامل ساين أس 4 في كوزين إكس دي إكس ناقص تكامل ساين أس 6 في كوزين إكس دي إكس. هتبص بقى للتكامل ده، هتلاقي الدنيا بقت بسيطة خالص. دي عبارة عن دالة مرفوعة الأس، هل مضروبة في تفاضلها؟ تفاضل الساين بكوزين؟ اه، مضروبة في تفاضلها. يبقى في الحالة دي هعمل ايه؟ هزود الأس واحد وأقسم على الأس الجديد، يبقى ساين أس 5 على 5. طيب دي زيها بالظبط، ساين مرفوع على الأس 6 مضروبة في تفاضلها اللي هي الكوزين، يبقى هتزود الأس واحد تبقى ساين أس 7 على 7، وما ننساش نزود ثابت التكامل بتاعنا. يبقى أنا دلوقتي لو أنا شغالة على ساين في كوزين مرفوع، الساين مرفوع على الأس والكوزين مرفوع على الأس، قالك أول حالة لو كان أي أس منهم فردي، لو كان أي واحد منهم فردي هتعمل ايه؟ هتاخد واحدة من الدالة اللي الأس بتاعها فردي وتحطها جنب الدي اكس، واللي هيتبقى هتحوله بدلالة الدالة التانية. يعني لو كانت كوزين هتحولها بدلالة الساين، لو ساين هتحولها بدلالة الكوزين، وتكمل حل المسألة بتاعتك. طيب الحالة رقم 2، قالك لو كان الأس بتاع الساين والكوزين اند، طبعا الام والان ده الاس بتاع الساين والكوزين، لو كانوا الاتنين زوجي هتعمل ايه؟ قال لو لقيت الاتنين زوجي زي الشكل اللي قدامي ده، ساين تربيع اكس في كوزين تربيع اكس، الاتنين الاس بتاعهم زوجي، هتستخدم قوانين حذف الاسس او تقليل الاسس اللي احنا لسه قايلين عليها من شويه. كوزين تربيع اكس
بيساوي نص في واحد زائد كوزين اتنين اكس، وساين تربيع اكس بيساوي نص في واحد ناقص كوزين اتنين اكس. تمام كده؟ يبقى الساين تربيع نص في واحد ناقص كوزين اتنين اكس، والكوزين تربيع اللي هي نص في واحد زائد كوزين اتنين اكس. طبعا نص في نص بربع. طبعا لو ضربت الكوز ده في الكوز ده فرق بين مربعين، يبقى واحد ناقص كوزين تربيع اتنين اكس. طيب كوزين تربيع اتنين اكس دي كده كأنك جبت تاني كوزين مرفوع الأس الزوجي. هتستخدم قوانين تقليل الأسس اللي هي نص في واحد زائد كوزين ضعف الزاوية ضعف الاتنين اكس باربعة اكس. تمام كده؟ يبقى الربع بره. طبعا واحد ناقص نص بنص، تكامل النص بنص اكس. اما ادخل النص ده على الكوز، تكامل الكوزين اربعة اكس بساين اربعة اكس على اربعة، وما ننساش نزود ثابت التكامل بتاعنا. تمام؟ يبقى احنا دلوقتي عمالين بندي كل شكل او صيغة ممكن تجيلي ومثال على الصيغة دي. طيب بيقول بقى لو لقيت ان الاس بتاع الان والام فردي، يعني اول حالة انا قلت لو الام او الان فردي، يعني اي واحد من دول فردي، قلنا هنعمل ايه؟ طيب في الحالة اللي معايا دي لو لقيت الاتنين الاس بتاعهم فردي، هشتغل على اي واحدة فيهم؟ يعني هشتغل على اي واحدة فيهم بحيث تظبط لي او تخلص لي حل المسألة بسرعة من غير ما نتعب. قال في الحالة دي هتسحب واحدة من الدالة الأس الفردي بتاعها أصغر. يعني إيه؟ دي ساين أس 13 في كوزين أس 3. إحنا قلنا لو أي واحدة منهم الأس بتاعها فردي باخد واحدة وأحطها جنب الدي إكس. طب أنا في الحالة دي ده الساين الأس بتاعها فردي والكوزين الأس بتاعها فردي، هعمل إيه؟ هاخد واحدة من الكوزين أس 3 دي أهي، حطها جنب الدي إكس، هيتبقى ايه؟ هيتبقى كوزين تربيع. طب احنا قلنا من شوية اللي هيتبقى حوله للدالة التانية، يعني لو كان كوزين حوله لساين، يبقى الكوزين تربيع هتتشال وتبقى واحد ناقص ساين تربيع. وبعد كده ابدأ دخل الكوس اللي هي ساين اس 13 دي على الكوس. طبعا لما تدخل ساين اس 13 في واحد بقت ساين اس 13 مضروبة في الكوزين اكس دي اكس. طيب ساين اس 13 في ساين اس 2 بقت ساين اس 15 مضروبة في كوزين اكس دي اكس. لو تلاحظ بقى ان دي عبارة عن دالة مرفوعة الاس مضروبة في تفاضلها، هتزود الاس واحد وتقسم على الاس الجديد زيها بالظبط. ساين اس 15 مضروبة في كوزين، هتزود الاس واحد تبقى ساين اس 16 على 16، وهت ايه هتنساش تزود ثابت التكامل بتاعها. يبقى بعد ما بتظبط شكل المسألة وبتشوف الطريقة اللي انت هتحل بيها، هتلاقي المسألة تتحول وتبقى دالة او قوس مرفوع لقص مضروب في تفاضل الدالة دي. هتعمل ايه؟ هتزود القص واحد وتقسم على القص الجديد اللي عندك. طيب نشوف كده المثال اللي معانا، بيقول تكامل تان قص 3 اكس في كوزين قص 6 اكس دي اكس. طبعا احنا كل اللي انا اتكلمت عنه ده معايا ساين في كوزين. طب ما احنا عارفين ان التان عبارة عن ساين على كوزين، يعني تان أس 3 اللي هي ساين أس 3 على كوزين أس 3، ده كله مضروب في ايه؟ في الكوزين أس 6 إكس. طيب ما في المقام كوزين أس 3 وفي البسط كوزين أس 6، يبقى ده هيروح مع 3 من هنا، هيتبقى ساين أس 3 في كوزين أس 3 اللي هي دي. طب احنا لسه قايلين من شوية لو القص بتاع أي واحدة من دول فردي، احنا دلوقتي عندي الاتنين القص بتاعهم فردي، وقلت لو الاتنين القص بتاعهم فردي هشتغل على القص الأصغر. طب ما هو الاتنين فردي والاتنين شكل بعض، يبقى أنا في الحالة دي ممكن أشتغل على أي واحدة من الاتنين، يعني ممكن أشتغل على الكوزين عادي. واحدة يقول أشتغل أنا على الساين، مفيش مشاكل خالص. طيب أنا هنا اشتغلت على الكوزين، أخدت واحدة من الكوزين جنب الدي إكس، اتبقى لي كوزين تربيع. طب الكوزين تربيع دي بشيلها وأحط مكانها واحد ناقص ساين تربيع. أدخل الساين تكعيب دي على الكوس، بقت ساين تكعيب في واحد مضروبة في كوزين اكس دي اكس، وساين تكعيب مضروبة في ساين تربيع بقت ساين اس 5 مضروبة في كوزين اكس دي اكس بالشكل ده. تمام؟ هتلاقي بقى بنفس الطريقة اللي احنا شغالين بيها، دالة مرفوعة الاس مضروبة في تفاضلها، هتزود الاس واحد تقسم على الاس الجديد، ودي زيها بالظبط ساين اس 5 مضروبة في كوزين اللي هي تفاضل الساين،
هتزود القص واحد تبقى ساين قص ستة على ستة، وما ننساش ثابت ايه، ثابت التكامل بتاعنا. تمام. طيب المثال اللي بعد كده بيقول تكامل ساين قص تلاتة لين اكس في كوزين قص تلاتة لين اكس على اكس دي اكس. طبعا عشان انا معايا الساين والكوزين والاسس بتاعها بتاعتها فردية، بس بدل الاكس بقت مكتوبة لين اكس. طب ما انا يعني اظبط شكل المسألة شوية علشان الواحد ما يتلخبطش، واصبح عندي في اكس كمان في المقام هنا. طيب لو انا اخدت اللين اكس دي وحطيت مكانها يو، يبقى انا عايزة اخلي المسألة بتاعتي كلها بدلالة اليو، يبقى انا كمان محتاجة اشيل الدي اكس، يبقى احتاج افاضل المعادلة دي. تفاضل اللين اكس بكام؟ واحد على اكس دي اكس. طب تفاضل اليو بكام؟ بدي يو. يبقى انا دلوقتي لو شلت اللين اكس هحط مكانها يو، يبقى ساين تكعيب يو كوزين تكعيب لين اكس هشيلها واحط مكانها يو. الدي اكس على الاكس دي كلها هشيلها واحط مكانها ايه؟ هحط مكانها دي يو اللي هي دي. طيب ما ديت المسألة اللي لسه حلها من شوية، اللي هي ساين تكعيب في كوزين تكعيب دي اكس، بس ديت كانت بدلالة الاكس ودي بدلالة اليو، يبقى ده نفس الحل اللي فات. يبقى اكتب الحل على طول اللي هو طلع ساين اس 4 على 4، بس بدل الاكس هشيلها واحط مكانها يو، ناقص ساين اس 6 على 6 واشيل الاكس واحط مكانها يو زائد ثابت التكامل. تمام. طبعا المسألة بتاعتي ما كانتش بدلالة الاكس، ما كانتش بدلالة اليو، انا حلتها بدلالة اليو، يبقى المفروض دلوقتي اشيل كل يو واحط مكانها ايه، الرمز بتاعها بدلالة الاكس. يبقى اشيل اليو واحط مكانها لين اكس، واشيل هنا اليو واحط مكانها لين اكس بالشكل ده. في اي مشاكل كده لغاية دلوقتي؟ طيب الصورة اللي بعد كده بيقول لو لقيت التكامل بتاعك عبارة عن سك او كوسك هتعمل ايه في التكامل ده. فبيقول على حسب الاس بتاع السك او الكوسك. لو كان الاس بتاع السك او الكوسك ده عدد فردي، في الحالة دي هتاخد من الاس بتاع، طبعا اللي انا بتكلمه سواء سك او كوسك، انا هشتغل مثلا على السك بس نفس الكلام هيبقى على الكوسك. يبقى لو كان الاس بتاعك فردي هتاخد 2 من الاس بتاع السك، وبعد كده تشتغل تكامل بالتجزيء. طبعا بما ان احنا لسه ما اشتغلناش تكامل بالتجزيء، فاحنا بس نسيب الجزئية دي لما ناخد التكامل بالتجزيء. يبقى لو الاس بتاع السك او الكوسيك فردي هتاخد من الاس بتاع السك 2 تحطهم جنب الدي اكس، وبعد كده تشتغل تكامل بالتجزيء، وهنعرف بعد كده ازاي بنشتغل تكامل بالتجزيء. هنسيب الجزئية دي دلوقتي. طب لو الاس بتاعك بقى عدد زوجي، لقيته عدد زوجي هتعمل ايه؟ قالك هتاخد من الاس بتاع السك 2 برضو، تاخد 2، بس في الحالة دي هتاخد الاتنين دول وتعمل بيهم ايه؟ هتاخدهم، هتبقى مثلا انت خدت من الاس 2 بقت سك تربيع، هتشيلها وتحط مكانها 1 زائد تان تربيع. طب لو انت كنت شغال على الكوسك هتاخد برضو اس منها 2 بقى سك كوسك تربيع، هتشيلها وتحط مكانها 1 زائد كوتان ايه؟ كوتان تربيع. نشوف المثال اللي جاي ده على طول، تكامل سك اس 4 اكس دي اكس. هنا المسألة بتاعتي سك مرفوعة لأس عدد زوجي، قلنا هنعمل ايه؟ قلت هتاخد سك تربيع، هتاخد 2 من الأس بتاع السك اللي هو سك تربيع ده، بس في الحالة دي هتاخده وتعوض مكانه بواحد زائد تان تربيع. تمام كده. بعد ما شلته وحطيت مكانه 1 زائد تان تربيع، دخل السك تربيع دي على القوس، هيبقى تكامل سك تربيع اكس دي اكس زائد تكامل تان تربيع في سك تربيع. طبعا تكامل السك تربيع احنا عارفين التان بسك تربيع، التان ده فاضلها سك تربيع، يبقى تكامل السك تربيع بتان. طيب هنا دي تان مرفوعة الأس، هل هي مضروبة في تفاضلها؟ مضروبة في تفاضلها اللي هي سك تفاضل التان بسك تربيع، يبقى في الحالة دي هتزود الأس 1 وتقسم على الأس الجديد، تبقى تان أس 3 على 3، وهنزود ايه؟ ثابت التكامل. يبقى احنا دلوقتي عملنا ايه؟ لو الاس بتاع السك زوجي هتاخد 2 من الاس بتاع السك، والاتنين دول تحولهم لواحد زائد تان تربيع.
بعد ما تحولهم لواحد زائد تان تربيع تظبط شكل المسألة بتاعتك، كود هتلاقي عبارة عن دالة في تفاضلها. تمام كده؟ طيب احنا دلوقتي اتكلمنا على السك والكوسك، ناقص ان انا اتكلم على التان والكوتان، وطبعا زيها التان في زائد الكوتان والكوتان، يعني الدوال المثلثية والدوال المثلثية الزائدية. طيب في حالة بقى التان والكوتان والتانش والكوتانش، انا هنا مش هبص خالص على الأس بتاع التان، مش هبص على الأس هو زوجي ولا فردي. الطريقة اللي انا هشتغل بيها دلوقتي هتبقى سواء الأس فردي او الأس زوجي. يبقى هنعمل ايه؟ قالك اسحب تان تربيع وفكها بسك تربيع ناقص واحد. يعني لو المسألة بتاعتك بالشكل ده تان أس 6x، قالك خد منها تان تربيع. طبعا لما تاخد تان تربيع هيبقى هنا تان أس 4. طيب التان تربيع اللي انت خدتها دي فكها لسك تربيع ناقص واحد بدلالة السك، وبعد كده وزع الأقواس بتاعتك. هتوزع ازاي؟ هتدخل التان تربيع دي على القوس، التان أس 4 أس، يبقى تان أس 4 إكس في سك تربيع إكس ناقص تان أس 4 إكس في سك تربيع ناقص تان أس 4 إكس دي إكس اللي هي دي. أنا كده وزعت الأقواس. قالك بعد ما توزع هتلاقي الجزء الأول عبارة عن دالة في تفاضلها هتتحل بسهولة، والجزء التاني هتبقى مكرر، يعني هتبدأ تعيد عليه نفس التوزيع الأول، الخطوات اللي انت لسه حليلها من شوية دي. يبقى احنا هنا بعد ما وزعنا هتلاقي دي عبارة عن تان مرفوعة الأس مضروبة في تفاضلها، لأن تفاضل التان بسك تربيع. يبقى في الحالة دي هتزود الأس واحد وتقسم على الأس الجديد، يبقى تان أس 5/5 ناقص هنا تان أس 4. نفس الكلام هعيده تاني، دي تان مرفوعة الأس هاخد منها 2، لما اخد منها 2 اللي هي تان تربيع هيتبقى هنا كمان تان تربيع، وافك التان تربيع لسك تربيع ناقص واحد على طول. بقى انا اختصرت الخطوه دي، وبعد كده وزعت الاقواس، دخلت التان تربيع في سك تربيع اهي، والتان تربيع في واحد اهي. طبعا دي برضو داله في تفاضلها، هتزود الاس واحد وتقسم على الاس الجديد، هيتبقى لنا تفاضل تان تربيع اكس دي اكس. طيب هي اصلا تربيع، هي مش هاخدها بقى ولا حاجه، هي اصلا تان تربيع. هعمل ايه فيها؟ تان تربيع هتشيلها وتحط مكانها سك تربيع ناقص واحد، وبعد كده توزع تكامل السك تربيع بكام؟ بتان. طب تكامل الواحد بإكس زائد ايه؟ زائد ثابت التكامل بتاعي. يبقى بالنسبة للتان والكوتان والتانش والكوتانش، ماليش دعوة بشكل الأس زوجي أو فردي، هشتغل بنفس الطريقة دي. هعمل ايه؟ هسحب اتنين أو هاخد تان تربيع وأفكها لسك تربيع ناقص واحد، وبعد كده وزع الأقواس. هتلاقي إن أنت عندك جزئين، الجزء الأول دالة في تفاضلها هتزود الأس واحد وتقسم على الأس الجديد، الجزء التاني هتلاقيه بيتكرر، جزء عمال يتكرر، فهتبدأ تعيد عليه نفس الخطوات دي تاني وتكمل لغاية لما تحل المسألة بتاعتك. تمام كده؟ تمام. طيب احنا دلوقتي اتكلمنا على تكامل دالة السك أو أسفة السك او الكوسك لوحدها، والتان والكوتان لوحدها. طب لو لقينا بقى في المسألة بتاعتنا سك في تان وكل واحدة منهم مرفوعة الأس، هنعمل ايه؟ قالك عندك اكتر من حالة. قال الحالة رقم واحد، قال لو الان زوجي، الان ده اللي هو الأس بتاع السك، لو كان الأس بتاع السك زوجي هتعمل ايه؟ قالك هتاخد من الأس بتاع السك 2، يعني ده يعني لو جيت في المسألة دي تان أس 6 في سك أس 4، هنا الأس بتاع السك إيه؟ زوجي. قال هتاخد منها 2 بقت سك تربيع. تمام؟ تاخد منها 2 وتحطها جنب الدي إكس بالشكل ده، السك تربيع اللي هتتبقى اللي هنا هي كانت سك أس 4 بقت 2 و2، أخدت واحدة حطيتها جنب الدي إكس، واللي اتبقت عوضت عنها بواحد زائد تان تربيع. احنا عارفين ان سك تربيع بواحد زائد تان تربيع، فانا شلت السك تربيع وحطيت مكانها واحد زائد تان تربيع. هتبدأ بقى تدخل التان دي على القوس، يبقى تان أس 6 في سك تربيع، يبقى دالة مرفوعة الأس في تفاضلها هتزود الأس واحد تقسم على الأس الجديد، نفس الكلام اللي فات، تان أس 6 في تان أس 2 تبقى تان أس 8 مضروبة في تفاضلها تبقى تان أس 9/9 زائد ثابت التكامل. يبقى أول حالة معانا لو
لقيت الأس بتاع السك زوجي، هتعمل ايه؟ هتاخد منها 2 وتحطها جنب الدي اكس، وتحول اللي هيتبقى من السك، اللي هيتبقى بقى من السك اللي معاك تحوله لواحد زائد تان تربيع، يبقى بدلالة التان، وتكمل حل المسألة بتاعتك. كده احنا خلصنا الحالة رقم 1. طيب بالنسبة بقى للحالة رقم 2، بيقول لو لقيت الام فردي. طيب الام ده اللي هو ايه؟ الام ده اللي هو الاس بتاع التان. لو لقيت الاس بتاع التان ده فردي هتعمل ايه؟ قال هتاخد واحدة من الاس بتاع السك وواحدة من الاس بتاع التان، واحدة من هنا وواحدة من هنا، وتحطها جنب الدي اكس. تاني كده، يبقى المسألة اللي قدامي دي تان اس 3 في سك اس 3، هنا الاس بتاع التان فردي والاس بتاع السك فردي، هعمل ايه؟ اخدت واحدة من السك وواحدة من التان، بقت اسمها سك تان ومحطوطة جنب الدي اكس بالشكل ده. طب لما اخد واحدة من التان، التان تكعيب هتبقى تان تربيع، اخد واحدة من السك، سك اس 5 هتبقى هنا سك اس كام؟ اس 4. طيب بعد ما اخدت سك تان هنا كده، المفروض بقى احول المسألة كلها تبقى بدلالة السك. ليه بقى؟ لان انا كده هخليها دالة في تفاضلها، وتفاضل السك بسك تان، فانا عايزة اخلي المسألة كلها بدلالة السك، فهشيل اي تان تربيع واحط مكانها بسك تربيع ناقص واحد، يبقى التان تربيع شيلها واحط مكانها سك تربيع ناقص واحد في سك اس 4. لو دخلت بقى السك اس 4 دي على الكوس، تبقى سك اس 4 في سك اس 2 تبقى سك اس 6 مضروبة في تفاضلها اللي هي سك تان، تبقى سك اس 7 على 7. طيب 1 في سك اس 4 مضروبة في سك تان اللي هي تفاضل السك، تبقى سك اس 5 على 5 زائد ثابت ايه؟ زائد ثابت التكامل. تمام كده، يبقى احنا عرفنا دلوقتي انا ليه اخدت واحدة من السك وواحدة من التان، علشان اخلي احول المسألة كلها تبقى بدلالة السك. اللي هيتبقى من التان هيبقى زوجي، اشيل كل تان واحط مكانها بسك تربيع ناقص واحد، هتبقى دالة في تفاضلها، ازود الاس واحد واقسم على الاس الجديد. طيب نشوف التكامل ده كده، اي عبارة عن تكامل تان اس 13 اكس في سك اس 6 اكس دي اكس. طيب انا هنا لو بصيت هتلاقي الاس بتاع السك زوجي والاس بتاع التان فردي، يعني الحالة الاولى دي متحققة والحالة التانية كمان متحققة. طب انا هشتغل بناء على ايه؟ يعني انا كده بالنسبة لي انا ممكن اشتغل على الاتنين، ما عنديش مشكلة. طب انا الاسهل بقى ان انا اشتغل على الاس الاصغر، تمام كده، لان انا دلوقتي لو اخدت، لو اشتغلت على الاس ده، او ان هو بتاع ان الاس بتاع التان فردي، هاخد واحدة من التان هيتبقى تان أس 6. طيب تان أس 6 تان أسفة أس 12، هتشيل منها تان أس 2 وتحط مكانها سك تربيع ناقص واحد، هيبقى القوس ده أس 6. هتلاقي المسألة بتاعتك معاك قوس أس 6 عايز تحله، فالدنيا دي هتبقى صعبة. طيب انت هتعمل ايه؟ لأ انا هشتغل على القوس الصغير اللي هو القوس 6 اللي معايا ده، يعني هشتغل على بناء على السك. اروح اشوف لو كان القص بتاع السك زوجي كنت بعمل ايه. قالك لو لقيت القص بتاع السك زوجي خد منها 2 وحطها جنب الدي اكس بالشكل ده، واللي هيتبقى حوله بدلالة التان، يعني شيل كل سك تربيع وحط مكانها 1 زائد تان تربيع، يبقى شيل السك تربيع وحط مكانها 1 زائد تان تربيع، طبعا دي كلها قص 2 لان هنا كانت سك قص 4، يعني السك قص 4 خليتها سك تربيع لكل قص 2، والسك تربيع شلتها حطيت مكانها 1 زائد تان تربيع. طب ده قوس متربع، يبقى ربع الاول اربع التاني، 2 في الاول في التاني بالشكل ده. هدخل التان قوس 13 على القوس او الثلاث حدود اللي معايا دول، يبقى تان قوس 13 في 1 مضروبة في سك تربيع اللي هي تفاضل التان، هيبقى تان قوس 14 على 14. طيب تان قوس 13 في تان تربيع يبقى تان قوس 15 مضروبة في تفاضلها، هتزود الأس واحد وتقسم على الأس الجديد، يبقى تان أس 16 على 16. طيب تان أس 13 في تان أس 4 يبقى تان أس 17 مضروبة في تفاضلها، يبقى تان أس 18 على 18 زائد ثابت ايه؟ زائد ثابت التكامل بتاعه. تمام كده، يبقى دي كده الحالة رقم 2. لو لقيت الأس، احنا كده خدنا أول حالتين، لو الأس بتاع السك زوجي
او القص بتاع التان فردي. طيب الحالة رقم 3 بقى بيقول لي لو لقيت القص بتاع التان زوجي، يعني انا خدت القص بتاع التان فردي، طب لو القص بتاع التان زوجي هعمل ايه؟ زي ما المثال ده موجود معايا، تان تربيع في سك اكس دي اكس. لو القص بتاع التان زوجي هتشيل التان تربيع وتحط مكانها سك تربيع ناقص واحد، هتفكها تشيل كل تان وتحط مكانها بدالة السك تربيع، يبقى سك تربيع ناقص واحد مضروبة في السك، هتدخل السك دي على القوس، سك تربيع في سك بقت سك تكعيب ناقص تكامل السك. طيب دي سك أس 3. طب ما احنا لسه قايلين من شوية السك لو كان القوس بتاعها فردي قلنا هنشتغلها تكامل بالتجزيء، بس احنا لسه ما اخدناش التكامل بالتجزيء. طب هنعمل ايه؟ هنسيب ده او خطوات الحل دي لما ناخد التكامل بالتجزيء. طيب هيتبقى لي تكامل السك، احنا اول سيكشن خالص في التكامل قلنا تكامل السك بلين سك زائد تان، ده كان موجود في جدول التكاملات. يبقى انا دلوقتي هعمل ايه؟ لو القص بتاع الام او القص بتاع التان زوجي هشيل كل تان تربيع واحط مكانها سك تربيع ناقص واحد وابدا احل المساله بتاعتي. هلاحظ ان انا ظاهر معايا سك تكعيب اكس، السك تكعيب دي بتتحل بالتكامل بالتجزيء، هنسيبها دلوقتي لما ناخد التكامل بالتجزيء، وتكامل السك بلين سك زائد تان بالشكل ده. احنا كده خلصنا.